بدأ موسم جني التيني في مدينة آكري في ظل جائحة كورونا. ناحية بجيل، أحد الأماكن التي تشتهر بكثرة أشجار التيني هو جودة أنواعه. بالنسبة هنزيرة بتزيل يا بنهاف ودنجا سنك هنزيل هايبا تين ناحية بجيل مرغوبة ومطلوبة جدا في كل مكان. هناك نوع من التين يتم جنيه في بداية شهر تموز السابع، فيما النوع المرغوب كثيرا وهو التين الذي يسمى يحيى بك يتم قطفه في منتصف شهر السابع. جائحة كورونا أثرت علينا خاصة من ناحية السعر والتصدير. بالنسبة لكورونا في منطقة آكري وهنا في ناحية بجيل هناك أنواع عديدة من التين، ولكن أجود أنواعه هو تين يحيى بك الذي يكون الطلب عليه بكثرة. قسم من التين يتم جنيه في الصيف، وهناك من يتم قطفه في الخريف. رغم توقعات دائرة زراعة آكري هذا العام بزيادة المنتوج، إلى أن جائحة كورونا أثرت على تصديرها داخليا وخارجيا. بخصوص تين مدينة آكري، قبل عام بهكذا وقت كان الكيلو ب5000، ولكن بسبب جائحة كورونا لا يتم تصديرها للمدن العراقية وإلى خارج البلد، فالآن التين رخيص. نبيع الكيلو من 2000 إلى 2500 دينار. بحسب إحصائية دائرة زراعة المدينة لعام 2019، وصل منتوج التين إلى 1260 طن، فيما هذا العام يوجد 54,000 شجرة تين، وتتوقع دائرة زراعة قضاء آكري أن يصل منتوج التين إلى 1900 طن. من قضاء آكري، محمد الهركي، زاغروس تي في.